اخ يا اخوي، مثل ما بتعرفوا عندي تاريخ كبير مع تفتيح الباكيجات، وعندي تاريخ كبير مع حظي الزبالي بتفتيح الباكيجات. ولا مره استهنات بتفتيح باكيجات، ولا مره طلعت من فيديو الا ما كان مسموم بدني. دائما لازم اصرف خيرات الله حتى يطلع لي باكيج. في ناس بيطلع لهم من اول باكيج، في ناس ما بيدفعوش ولا دولار ولا شيء وبيطلع لهم بهودي المجانيه. فيا رب ان شاء الله يا اخوان اليوم نكون محظوظين او يطلع لنا هيدا الباكيج الساموراي الاسطوري. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، واليوم رجعنا كوني فيديو جديد عن تفتيح باكيجات الساموراي. اذا المره عم تشوفنا على يوتيوب شو ناطر؟ لك حط لايك وسبسكرايب، تشجعنا لنكفي بالقناه. فبس خير روح تفتيح الباكيجات، ليتس جو بيبي. بسم الله يا كريم، خلينا نفتح على الباكيج، باكيج الساموراي كريت. يا لطيف يا اخوان، هالمره حيكون الميني هو السلاح الاسطوري وما حيكون فيه لبسه اسطوريه. خلينا نروح نشوف السلاح يا اخوان، ليجندري ايتمز. الله الله الله، هيدا الليفل ماكس يا اخوان اللي طالع منه نار. خلينا نشوف الفيديو اللي حاطين لنا اياه للليجندري. صح، يا سلام يا سلام، شوف النار بتطلع منه والهيت افكت، وهذا السكوب تبعه. ايوه ايوه، هيدا الكيل افكت يا اخوان مع الكيل مسج. هلا يمكن فرجونا. لا 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 لا، اسمعوا الساوند انتم بس يموت. عندنا هون الليفل 1، لكو في شكله، شكله مثل اي شكل سكن زبالي من شوق الجمعة، عادي ليفل عادي. هاي كل ساوند، اوه بتحسسك كأنك ساموراي. هون المازل افكت، الطلقة اللي بتطلع، ليكو الافكت النار اللي بيطلع، حلو ما بيشي. السبيشال افكت عادي يعني مش كتير. هون بس الشكل التاني، ليكو الشكل الاول وليكو الشكل التاني، يعني في فرق جدا بسيط. المازل افكت ليفل 2، لك كيف بتصير. السبيشال افكت، سبيشال افكت يعني تحسنت نت في الهيت افكت. يا اله يا اله، الدارك والظليم كيف مجتمع، الدارك والهيدا الشيل موف كتير كتير حلو. والهيت افكت التاني يا لطيف، ليكو السباركس، السبارك اللي جاي مع الهيت افكت، واللود بوكس الراس اللي بضل يبرم. عندنا الليفل ماكس، هذا الليفل 2، هذا الليفل ماكس. الليفل ماكس شكله اسطوري، اما هودي يعني شكله من سوق الجمعه صراحه. يعني كل افكت والكل افكت، اوه حلو 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 كتير. والسبيشال افكت الاخراني الاسطوري هذا مع مع سيوف النينجا او سيوف الساموراي، يعني انت بوم مع هيدي يا لطيف ما اجملها، تطلع توب. بس اذا بدنا نعمل حسابات نحن مع بعضنا هلا، بدنا توكن 9 10 11 12 13 بطاقة 15 16 16 توكن، مدري 15 يمكن غلطت بوحدة ما بعرف، 15 او 16. يعني اذا بدنا نعمل حسابات تقريبا يا اخوان يعني بيكلف له بين ال 5000 وال 10000 دولار. ومثل ما بتعرفوا يا اخوان الشكل هذا والثاني، فيش غير الثالث حاله، فيش غير الثالث حاله. يعني اذا انت بدك يعني حابب تلعب بالميني، الافضل انك اذا قادر تطوره ماكس تجيبه، اذا مش قادر تطوره ماكس صراحه ما بنصحك تجيبه، لانه لا كل سكنات تبع الميني 14 هو معي، كل سكنات الميني 14. انا الميني 14 يا اخوان، وينو الميني 14؟ عندك هالسكن اللي هلا انا حامله هيدا، هلا هيدا شو بيه ما بيشي، خاصه مع اللبس اللي انا لابسها. وعندنا سكن كمان هيدا ملون مع هاي اللبس، يعني بيطلع بجنن. فيا اخوان اللي قادر يطوروا ماكس او اللي مثل اجره المصاري من الاخر معه هالقد، الله يرزقنا ويرزقكم يعني، فيطوروا. اذا ما مش قادر يطوروا ماكس فالافضل ما يعملوش. او اذا انت عندك خطط مستقبليه، يعني شو بتعمل؟ بتجيبوا هلا مثلا السكين بتفتحوا بيطلع لك الاول ميلي 14، فانت كل سيزن بتجيب الكونكرور، فهني بيعطوك 3. هلا كانوا قبل يعطوا توكن بحدي اي ار، هلا اذا ضليتك كونكرور لاخر السيزن بيعطوك 3 توكنات، توكن اس ام جي، توكن للسنايبر، وتوكن لاسلحه الاي ار. فيا اخوان يعني انت بدك تضل لك شي سنتين لحتى تطوروا ليفل ماكس، يعني في عندك خطط مستقبليه، يعني هاي خطه على المدى البعيد. خلص خلينا هلا نروح نشوف السكنات. عندنا اللبسه الاسطوريه، يعني هاي مسك سهل تجيبها يعني، بس المهم كونت مسك. وعندك الراس كمان هذا بجنن، خلينا نشوف اذا حطيناها بانت. اوكي يعني صغر شوي الجسد، حلو. عندنا الشنطه ليفل 1، الليفل 2، الليفل 3، يا ويلي الليفل 3 حلوه، الليفل السوري عن جد عن جد حلوه. بنروح على الخوز، خوز ليفل 1، الليفل 2 والليفل 3، هودي مسك يا اخوان شيء جدا رائع. خلينا نروح على العصايه، وهيدي العصايه يمكن محل الستار ما بعرف. وعندنا الرقصه الاسطوريه بيون، رقصه الظلام المظلم، الله. وعندنا هون السموك والسياره اخ مع الاضواء. وعندنا هون سكن البنت او عفوا سكن البسه كتير حلو ما بشي.
وعنا اها والله هودي اللبسات بجننه. وعنا كمان عنا خوص خاصين بهذا السكن، عنا الخوذي ليفل 1 ليفل 2 والليفل 3 الأسطورية، وعنا سكن كمان ميني 14 وسكن للسموك جرينيت وسكن يا عم شو في سكنات، وسكن للاي كي وسكن كمان للجافت ورقصة فيك ترقصها مع رفقاتك. واو يعني شو بدي اقول لكم يا اخوان، هذا السكن يعني فيه كتير شغلات. اوه شحطهم اصبع كمان، وعندنا هيدي اللي على الراس واو، ومع هيدي التوب ومع هيدي بسرعتها بتكمل، وعندنا شخصية مسك يعني لايكو لتبين 100% ساموراي، وعندنا سكن كار يا اله شو في سكنات وسكن يي. خلينا نبلش تفتح باكيجات بسم الله يا كريم، خلينا نفتح اول شيء المجانيات بسم الله يا رب. سكيب معقول يطلعوا من اول وحده يا رب، معقول من اول، خلينا نعمل جليتش قال ونا 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 يا عم مفتاح يي عم يخبص من الفقسات نا يي فيس 1 2 يا رب كله بلو يا الله يا الله. خلينا نفتح وحده بسم الله يا كريم، اول فتحه عشرات العيون المتابعين لكل واحد بيحط لايك وسبسكرايب يا اخوان بسم الله يا رب يا رب. يمين يسار ايبك 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 شو بكره هالايبك. ها دايما تحاول تطلع لي شحاط ام اصبع. ها الكار حلو الكار حلو، نشوف شو طلع لنا. يلا اول فتحه ماشي كتير منيحه، انا افتح الوحده المجانيه يا رب يطلع لنا السلاح من اول فتحه بلو. ايبك شحاطه ام اصبع، لك قلت لكم لا تطلع لي هالشحاطه، قلت لكم يلعنوا مع الشحاطه شحاطه ام اصبع. اوكي بسم الله يا كريم شح 10 كمان لكل واحد بيحط لايك وسبسكرايب يا ولي على اللايك والسبسكرايب. مسك كمان بيطلع لي اللبسي ويطلع لي اللبسي النينجا سيستر اخ يا سيستر اخ الاخت النينجا راسي اخت النينجا كاستم يا ويلي اللبس حلو بعد نقصنا بس هيدي بتجي وبيكمل الساموراي. ما يطلع لنا شيء مسك تاني ايبك الشوتجان ايبك تاني ايوه فاتت ميس هو بيستعملهاش يعني ما حداش بيستعملها. اوكي فيري جود كانت هالفتحه اسطوريه يا اخوان. خلينا نفتح فتحه وحده بس لكسر الشرور ككسر الشرور بس يا اخوان، خلينا نفتح او بلاها او يلا بنكسر الشر بهالفتحه يا اخوان، نكسر الشر ابلو ها نفتح فتحه 10 يا رب. ايوه المسك كسرت لنا الشر هذيك الفتحه يا ويلي معقول ايوه الشنت ليفل 3 يا ويلي يا رب يطلع لنا الميني فتحتي اي اها الشنت ليفل 1 بعد نقص الشنت ليفل 2 واو ايوه الخوذ ليفل 3 يا ويلي شو الفتحه مليانه مسك يس هاي فتحه اسطوريه هاي خلينا نكسر الشر بعد بوحده معقول يطلع لنا شيء مسك ماشي كل شيء مسك يا معلم. اوكي بعد ناقصنا الرقصه بدنا اياها يا رب يطلع لنا الميني فورش هذا عارف النهايه انا يا اخوان مش كتير فرقه مع الميني بس انه يطلع لي مش عاطل يطلع لي بيرفايز يا رب ايوه ايبك شكله ما حيطلع لنا السلاح لليوم. اوكي شو الايبك الشنت ليفل 1 القناع يا ويلي كلمه معنى اللبسي كملت خلاص يا اخوان ماش بدنا نفتح انه بالنهايه بدنا نكفي بدنا نخلي ال 30000 للسكن الباقي اللي هو تبع شو اسمه تبع الفيكتور صح. خلينا نفتح وحده بس كمان كسر شرور بلكي طلع لنا بلو وحده اخيره يا اخوان لعيونكم كمان بلو. اوكي يا اخوان يعني هلا شو طلع لنا طلع لنا اللبسي والارجل ما طلعناش الارجل طلعت لناش يلا نلبس هيدي الزهر او لا تطلعش حلوه. اوكي ليبي على فكره هيدا ليبي. اوكي بعد عندنا هيدي ايوه عندنا هلا صار
اللوبسي كامل تبع الساموراي، وعندنا الخوذه ليفل 3، وشو كمان طلعت لنا يمكن الشنت الليفل 3. يا ويلي على الشنت يا ويلي. والشنت ليفل 1 فيري جود جود. وطلع لنا بالسلاح الشوت جان بس بس لا التلجي بحبه اني اكتر، بس يلا منحطه. وعنا بالسنايبر بالكار كنا هيدا السكن، منحط هيدا السكن الابيض الحاله. وعنا بالطابة البيسبول عنا هيدي صح، هاك ما عش بيبقى لنا شيء. فيا اخوان هودي هن اللي طلعوا لنا، الحمد لله على كل حال طلعنا اشياء جيده، فتحات بسيطه. انا صراحه الميني 14 مش فارقه معي يطلع لي ولا ما يطلع لي، لانه بالنهايه انا التوكن بدي اصرفهم، بدي اصرفهم على مين؟ على الغالي ال دبليو ام. يا اخوان صرنا مطورين ليفل واحد تبع هيدا الكل، اذا الله بصير ليفل ماكس يا ويلي كيف بصير. فما هيك خلصت الفيديو يا اخوان، اذا ما عم تشوفنا على اليوتيوب لكن حط لايك وسبسكرايب، حطوا لنا اسم بالتعليقات بدكم نفتح جزء ثاني نجيب الميني 14 ولا لا. وبس سلام.